من أجمل المواقع أو الوجهات السياحية في مدينة الرياض مسجد علي القفاري الحجري، الذي تأسس بعام 1444 بجوار وادي حنيفة. وجهة جهة جدا مميزة، مريحة، مسطحات خضراء، مسجد مصمم بالطراز الحجري، كذلك صنابير الماء من الزير باردة جدا ما شاء الله، يعني فكرة جدا ممتازة. كذلك فكرة إعادة التدوير للمياه بسقي الأشجار، أفكار رائعة جدا. هذه مسطحات خضراء للزوار، ومنطقة جدا شرحة مطل على وادي حنيفة، ممرات بالبلاط الحجري، وكذلك النباتات والأشجار، أكثر من 20 صنف من الأشجار والنباتات. كذلك هنا ما شاء الله مجسم البئر بشكل جميل جدا، والممرات والأعمدة الفوانيس ما شاء الله تبارك الله. أيضا يوجد مصلى للنساء، جمال التصميم وكذلك الإضاءة الطبيعية هنا عندما يبدع المصمم ما شاء الله. أنا أعجبتني الفكرة هذه صراحة، بسم الله ما شاء الله. شوف الفكرة، شوف هنا، تشوف شغل الماء من وين تطلع، هنا إبداع التصميم ما شاء الله تبارك الله.